بسم الله الرحمن الرحيم. سادة وسيدات مساء الخير. هذا تقرير عن اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية الذي انعقد عصر اليوم بقاعة الصداقة برئاسة البروفيسور صديق تاور الرئيس المناوب للجنة، وبحضور عضوية اللجنة من أعضاء مجلس السيادة ومجلس الوزراء والجهات الأخرى الممثلة في اللجنة. اللجنة ناقشت الاستعدادات المختلفة، وستبدأ إن شاء الله من يوم غد كما أعلن من قبل إجراءات الحظر الشامل في حدود ولاية الخرطوم، ولكن كما أعلن أيضا بأنه سيتم هناك فترة بتاعت سماح بالحركة من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا، يسمح فيها بالحركة في إطار الأحياء تسهيلا للناس للحصول على مستلزماتهم. هذه الفترة ستكون فيها البغالات، نقاط البيع، الصيدليات في داخل الأحياء مفتوحة للناس حتى يستطيعوا أنه يعني يشتروا مستلزماتهم. رغم هذا نحن بنناشد الناس بأنه يلتزموا بالحد الأدنى من الحركة، يعني الدولة تسهل عليهم، ولكن كل ما كان هناك التزام، لو خرج شخص واحد من المنزل للتسوق ربما هذا يكفي بدلا من التزاحم في الأسواق والمناطق العامة. من الساعة 1 سيكون هناك حظر تجول كامل، ولا يسمح إلا للأشخاص الذين يحملون أذون، وهذه الأذون أيضا منظمة، سأترك للسيد الوالي المكلف أنه يتحدث عنها بعد ذلك. الإجراءات بتاع التأمين وصول المواد الغذائية إلى البقالات المختلفة في الأحياء وكذا تعمل على مدار الساعة، وهناك إجراءات كثيرة اتخذت حتى لا يضطر الناس أن يخرجوا من إطار الأحياء، تكون كل الأشياء موجودة في الأحياء. في أحياء كثيرة جدا في تعاون وثيق جدا مع لجان التغيير والخدمات ولجان المقاومة، هي التي تشرف على تنظيم كل شيء بما في ذلك حتى تنظيم توزيع الخبز والغاز وغيره. والأحياء اللي ما تحركت فيها لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات، نتمنى أنهم يتحركوا ويعملوا مع السلطات يدا بيد، لأنه نفتكر نحن التنظيم من داخل المجتمع نفسه بنعول عليه أنه هو يلعب دور كبير في هذا المجال. بالنسبة للبنوك، تلقينا من السيد محافظ بنك السودان اللي كان موجود معنا في الاجتماع بأنه البنوك أول حاجة ماكينات الصرف الآلي ستزود باستمرار بمبالغ تكفي لحاجة الناس في كل المناطق العاصمة، ستكون ماكينات الصرف الآلي بتعمل. أيضا نقاط البيع سيلز بوينت في البغالات والسوبر ماركت وكده بيشتغلوا بنقاط البيع، الكروت بتاعت البنوك بتكون تأكدوا من إنها تعمل وإنه الشبكة بتعمل بشكل جيد حتى إنه الناس يستطيعوا إنه يشتروا كما ذكرت مستلزماتهم. بالنسبة للبنوك، البنوك ستعمل لمدة 2 ساعة في اليوم من 8 إلى 10 صباحا، والغرض الأساسي تسهيل العمل التجاري بتاع الصادر والوارد وغيره اللي هي بتحتاج إنه المصارف تكون في العاصمة شغالة. بالتأكيد إنه لو شخص في إطار المنطقة بتاعته استطاع أن يصل إلى أي فرع بنك سيقوم بخدمته سواء كان سحب أو إيداع، لكن الغرض الأساسي من فتح البنوك هو التعاملات التجارية للشركات والمؤسسات حتى لا يتوقف العمل بشكل عام. أيضا هناك بعض محطات البنزين زي 9 محطات تم تحديدها داخل ولاية الخرطوم ستظل تكون مفتوحة وتعمل. هذه الإجراءات سيتم مراجعتها خلال 2، لأنه نحن الغرض الأساسي كما ذكرنا أنه الناس يلزموا بيوتهم بقدر الإمكان، أنه ما يكون في تجمعات كبيرة سواء كان في المخابز أو في الأحياء أو في الميادين أو في الأسواق وغيره. ولكن إذا يعني لوحظ خلال 2 القادمين بأنه هذا الهدف لم يتحقق، سنتخذ إجراءات إضافية ليتحقق هذا الهدف، وبالتالي ساعات الحظر الأماكن المسموح فيها بالحركة سيتم مراجعتها إن شاء الله خلال 2 حتى تؤدي القرض المراد منها. كان بعض الناس عندهم ملاحظات أنه رغم التنبيه الذي صدر من السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف ومجمع الفقه الإسلامي أنه صلاة الجمعة أقيمت في بعض المساجد لم تلتزم بذلك، الحقيقة نحن نعول على وعي المواطنين، ونحن ليست لدينا معركة مع أي أحد ولا طرف، نحن لدينا معركة مع مرض اسمه كورونا، مع فيروس كورونا، ده المعركة الأساسية بتاعتنا. وبالتالي نحن كل الإجراءات اللي بنتخذها، التوجيهات اللي بنصدرها للناس بما فيها الحظر الشامل أو مناشدة الناس إنه يتوقفوا عن الصلاة في المساجد، الغرض منها هي الحفاظ على المواطنين على صحتهم وعلى سلامتهم، ودي إجراءات اتخذت في بلاد كثيرة. الحرم المكي
تم إقلاعه أمام المصلين والمعتمرين. المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة تم إقلاعه أمام المصلين، ومساجد كثيرة في بلاد مثل المملكة العربية السعودية، مثل مصر، مثل الكويت. لا شك في حسن إسلام الأئمة المؤذنين بعد الأذان بيناشد الناس أن يصلوا في رحالكم. يعني ليس الغرض طبعا منع الناس من الصلاة ولا غيره، ولكن المحافظة على صحة الناس وسلامتهم، دي أولوية مقدمة في الدين بحكم يعني آراء كثير جدا من العلماء. ولذلك عندما قيل للناس أنه يعني يمكنكم أن تصلوا في بيوتكم ولا تذهبوا لصلاة الجمعة، الغرض هو الحفاظ على صحة وعلى سلامة. لا يتخيل الناس أنه السلطات حتجيب بوليس وجيش تقف قدام المساجد تمنع الناس من الدخول، يعني يمكن لا نصل إلى هذا المستوى، لأنه أصلا هو الهدف المحافظة على سلامة الناس وصحة. ونفتكر أنه الأئمة ورجال الدين عندهم دور كبير في هذا المجال يقوموا به في التوعية. المفارش الموجودة داخل المساجد دي ناقل جيد جدا للفيروس، الناس بيصلوا جبهتهم وأنفهم حيكونوا على هذه المفارش، أياديهم حتكون على هذه المفارش. لو شخص واحد داخل المسجد مصاب سينقل هذا الفيروس إلى أعداد كبيرة جدا من الناس، بحيث أنه يصعب الحصول عليه. لو كان في إمكانية كما قال السيد وزير الصحة من قبل في توجيهاته أنه الناس يصلوا خارج المساجد في مناطق مفتوحة بتقل المخاطر، لو في إمكانية الناس يصلوا كما تمت التجربة في بلاد أخرى حتى المصلين يقيفوا في مسافات كافية بيناتهم، إذا أمكن ذلك ممكن يكون هذا، لأن الغرض ليس منع الصلاة، الغرض المحافظة على صحة الناس وعلى سلامته. لذلك نحن نكرر مرة أخرى أنه نحن معركتنا هي مع المرض، الناس العايزين يفتعلوا معركة سياسية من هذا المرض. يعني مؤسف جداً أنه رجال دين أو أشخاص يدعوا التدين بيفتكروا أنهم انتصروا بأنه مقاموا صلاة الجمعة في المسجد. ما في شرطة ولا جيش حتقف تمنع الناس من أنه إذا رغبوا في اتخاذ إجراء مثل هذا، بالرغم أنه فيه تهديد على صحة وسلامة وتهديد الناس الآخرين، لكن لا نصل إلى هذا المستوى. نحن نتمنى أنه ترتفع عقول الناس ووعيها، ويعرف أنه المعركة مع المرض وليس مع أي جهة أخرى، ما في معركة سياسية ولا في معركة دينية، معركة مع المرض ومع الفيروس الناقل لهذا المرض. والناس ممكن يتابعوا في التلفزيونات الآن درجة وسرعة انتشار المرض في مناطق كثيرة. نتمنى أنه يكون الرسالة دي يعني وصلت إلى الناس وتفهموها، وأنه رجال الدين والأئمة والمؤذنين في المساجد يساهموا في نقل هذا الوعي. أنا أكتفي بهذا، وأقدم الدكتور يوسف هادم الضي وزير الحكم الاتحادي والمكلف كوالي للخرطوم عشان يشرح مزيد من الإجراءات، وبعده سيتحدث الدكتور أكرم علي التوم وزير الصحة. تفضل دكتور يوسف. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن يعني بالإضافة لما طرحه الأخ وزير الإعلام، المخرجات الاجتماع أنا أبدأ يعني ابتداء أولا أنا حقيقة أحيي الأخ الوالي السابق الفريق أحمد عبدون الذي قاد الولاية في ظروف استثنائية معروفة، وكانت تجربته واضحة وتعاون كثيرا مع كل الجهات، نشكره على هذه الفترة. والوطن رحب لاستيعاب كل المساهمات. في إطار ده نحن اجتمعنا البارحة بلجنة أمن الولاية. لجنة أمن الولاية وقفت على كل الالتزامات المقررة أصلا من قبل اللجنة العليا، وأيضا المرسوم رقم 1 مرسوم الطوارئ وكيفية تنفيذه على أرض الواقع. اطمأنينا فعلا على طريقة الانتشار، طريقة السيطرة حتى على الواقع الأمني الصحي فيه والأمن العام، وده كان فيه فعلا يعني وضوح كافي أنه هذه القوة استطاعت فعلا تنتشر انتشار، وأيضا تؤمن هذا الجانب استعدادا فعلا لتنفيذ هذه المطلوبات ككل. في إطار ذا اللجنة في اللجنة طبعا كان في التزامات سابقة أصلا تم التأكيد عليها وزيادة فيها الفداء. طبعا أصلا الحظر اللي هو يوم السبت أو إغلاق العاصمة، ومن وقت كان أصلا في منع للباصات السفرية، منع للسفر بالنسبة للولايات،
ده الآن طبعا تم منعه تماما، وإنه يعني المسألة ما بقت بصاص سفرية في حزوة، إنما حتى بالنسبة للعربات الصغيرة، وده أصبح على ممنوعة. الجانب الآخر اللي يتعلق بالكباري وإغلاق الكباري أو المداخل الرئيسية، هيكون في إغلاق يسمح فقط للحالات المعروفة المحددة اللي هي سواء ال 24 ساعة دي محددة ومعروفة، وفي جهات معروفة. وفي داء نحن طبعا تحدث الاجتماع فعلا عن مسألة النافذة الموحدة، ودي ضبط فعلا لمسألة التصاريح اللي بقت سايبة، وده لمنع التصاريح الشخصية. احنا قلنا الناس تلتزم بمؤسساتها، تلتزم بالجهات المعروفة لتحديد من هي الجهات المفترض تمنح استثناءات. وأيضا الاجتماع أيضا عالج أيضا بعض الالتزامات السابقة في إجراءات كان لترحيل حالات استثنائية عندها تصاريح، يعني بالذات بالنسبة للطلاب الخلاوي، ده التزام فيه أسماء معروفة ومحددة وجهات ماشي لوين، ودي ممكن يسمح لها. أيضا هذا الاجتماع أكد فعلا أن احنا بالنسبة لنا يعني في الولاية، أنه احنا فعلا هنقوم بتنفيذ كافة هذه الالتزامات، وأصلا ما بنتهاون هذا الجانب. ولذلك أنا أفتكر أنه الآن يعني الجانب الإعلامي غطى كل هذه الجوانب والالتزامات، بقى الناس هتكون موجودة في الإحياء في أزمنة محددة، وطبعا معاش الناس فالساعات دي كافية جدا أنه فعلا أنه الناس تقدر تعالج، خاصة أن إحنا زي ما أكد الأخ وزير الإعلام أنه هتكون في مراجعات لهذا الجانب. أنا أشكركم بهذا يعني التفاصيل اللي قدمناها الآن، وتفضل الأخ وزير الصحة. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. مواطني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. أشكر الأخوين الأستاذ فيصل والدكتور يوسف لما صرحوا به اليوم. أود أن أحدثكم اليوم على عجالة بتحديث للوضع الصحي الحالي. نستعد بقوة ونستمر في الاستعداد لدعم الإغلاق الكامل غدا كما تم شرحه قبل قليل. ونحن بالنسبة لنا في القطاع الصحي من الأشياء المهمة جدا جدا شغالين مع مجموعات بتاعة أطباء، مجموعات بتاعة قيادات الأطباء بما فيها المكتب الموحد للأطباء، شغالين برضو مع قادة الوزارة وقادة المجموعات المختلفة عشان نتأكد إنه في الإغلاق الكامل ده الكوادر الصحية أولا قادرة تعمل الشغل بتاعها في المرافق المحددة في ولاية الخرطوم، قادرة تساعد وقادرة تفحص، قادرة تبلغ، قادرة تعمل الدعم للناس في محاجر الإيواء وفي عنابر العزل بالنسبة للكورونا، وفي نفس الوقت الترصد يستمر والتبليغ يستمر. الحاجة الثانية المهمة برضو إنه المواطنين برضو تكون في نقاط محددة ومرافق محددة للكورونا، على أساس إنه المرافق الثانية تقدر تشتغل الشغل بتاعها لعلاج الحالات الطارئة بتاعة المواطنين. الليلة بالنسبة لنا في عدد إضافي بتاع حالات، لكن على الأقل في حالة واحدة مؤكدة، لكن الأرقام ما زالت تتوالى، وبالتالي أنا ما داير أقول إنه في عدد أكبر، لكن قاعدين نبحث في إنه الأرقام اللي جاتنا من ولاية الخرطوم دي هي عبارة عن أرقام لكم عدد من الإصابات الجديدة المؤكدة. نمر واحد. نمر اثنين، إنه في على الأقل في حالة بتاعت وفاة واحدة حتى هذه اللحظة حوالي الساعة 8 بالليل الليلة يوم الجمعة 17 أبريل 2020، في ما بين 300 و 400 حالة اشتباه موجودة. حالات الاشتباه دي هم الناس اللي نحن بنفتكر إما مخالطوا زول مصاب وإلا أو شكوا من أعراض، لكن لسه نتيجة المعمل والفحص المعملي التأكيدي لسه ما طلعت. ده بنسميهم حالة اشتباه.
لما نتأكد إنه هم ما مشتبهين بيمشوا بيوتهم وبنتابعهم بعد ذاك بالتلفون. لما نتأكد إنه هم عندهم فعلا مصابين بالفيروس ده بنحولهم لعنابر العزل. الحمد لله بلغنا برضو زملائنا المهندسين إنه الشيء اللي تم الاتفاق عليه مع جهاز المخابرات بتاع تحديد مستشفى يونيفرسال في كوبر في الخرطوم ولاية الخرطوم، وأيضا في مستشفى تاني عايزين نشتغل عليه في منطقة غرب النيل، ديل حيكونوا إن شاء الله جاهزين قريب عشان نحن نقدر نكون عندنا 3 مستشفيات محددة للكورونا والمرافق الصحية التانية بتاعتنا، كوادر الصحية المرضى بتاعنا والمرافقين والعاملين فيها كلهم ما يصابوا بهذا المرض، ونقدر نحن نحول المرضى طوالي من بر الشارع لهذه المستشفيات 3 ويتلقوا فيها علاج مركز ومحدد. داير أنا الليلة في هذا التحديث أقول إنه الناس تلتزم بالإجراءات اللي بتطلع بتاعت الحظر بتاعت الإغلاق الكامل. الناس زي ما قالوا زملائي قبل شوية التزموا بهذا الحظر وما فيش داعي للمرقة، لأنه في عطل بالنسبة للناس الشغالين موظفين وأفندية وعمال في مرافق رسمية في القطاع العام وأيضا في القطاع الخاص. بالنسبة للناس الشغالين رزق اليوم باليوم زي ما قال الأستاذ فيصل وزي ما قال الدكتور يوسف، في أشياء بتوصل الحاجات اللي بيحتاجوا لها على بشكل يومي لبيوتهم، وفي معالجات بتاعت انه رزقهم بتاع العيش رزقهم بتاع اليوم باليوم دي ما يتضرر. تم التجربة والليلة في اللجنة سمعنا يعني اختبار كويس جدا جدا لواحدة من الآليات دي في منطقة في أم درمان في غرب النيل، وتم فيها التوزيع بتعاون كامل مع لجان المقاومة مع سكان الحي مع وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية مع القوات المسلحة السودانية، وتم بشكل منظم جدا جدا. فكل التهويل اللي بيقولوا الناس دي بتاع زحمة وغيره وغيره، الشعب السوداني أوعى من كده. من وعي الشعب السوداني برضو واحدة من الحاجات اللي هي بيقدر يعرف الكذب اللي بيجي من الشائعات اللي بتكون موجودة من الناس الموجودين اللي عندهم أغراض تانية أو جاهلين وغير مسؤولين ومنتمين معظم للنظام السابق البائد اللي بيقولوا إن الكورونا دي كلام فاضي ساكت. خليهم يفتحوا أي قناة بتاع التلفزيون في العالم ويشوفوا فيه أكثر من 2 مليون مصاب الليلة، في مئات الآلاف من الوفيات في مرض بدأ يدوب له 3-4 شهور. فأهلنا بقولوا كان نفرين قالوا ليك راسك وقع أنزل فتشوا. فخليكم من حكومة السودان الانتقالية المدنية جبتوها أنتوا كشعب، وخليكم من إنه زول منو بيقول في الإشاعة دي، أفتحوا التلفزيون أضربوا لأهلكم الموجودين في أي حتة، شوفوا اللي بيموت منه والما بيموت منه. نمرة واحد. نمرة اثنين، في شائعة امبارح طلعت بأنه أنا وزير الصحة قلت إنه في حالات طلعت من مسجد السيد علي المرغني في بحري. ده كذب وافتراء وما حصل التعرض ذاته ولا جات سيرة لمسجد السيد علي دي. أول حاجة، هؤلاء الناس اللي بيطلعوا شائعات زي دي اللي بيكذبوا اللي بينتحلوا شخصية وزير الصحة ويطلعوا تصريحات كاذبة ستتم معاقبتهم وتم رصدهم وحيقدموا للمحاكمة وفق القانون. زي الناس اطلعوا في مسيرة ويتكلموا وطلعوا يهتفوا وكسروا أهم قاعدة موجودة بتاعت التجمع الموجودين، ديل برضو حيتحاسبوا. والكوادر الصحية وسطهم من منتسبي النظام السابق من أطباء وغيرهم اللي أساساً دمروا البلد ودمروا النظام الصحي ده، ديل ناس مجرمين وغير مسؤولين وكاذبين في نفس الوقت. لأنه أنت لو الزول الثاني المواطن العادي ما عارف أنه مفروض ما يتجمع عليه في مظاهرة وانت العارف مشيت وديته بحيث انه ممكن تجيه الكورونا دي، تبقى انت المسؤول. لكن نحن باقي الكوادر الصحية الشريفة الشغالة في السودان تحمي في المواطن بتعرف تحميه كيف، وما بتكذب، واقسمت للشعب ده واقسمت في القسم بتاع المهني انها ما تطلع اشاعات كاذبة وانها تدعم صحة الانسان وانها ما تضر بصحة الانسان. ودين الكوادر الحسة قاعدين يحموكم. شعب السوداني شعب واعي بتعرفوا تستمعوا لمنه وما تستمعوا لمنه، لكن دي توضيحات كان لازم نقولها. زي ما قال الأستاذ فيصل، ما عندنا أي مشكلة مع أي طائفة أو أي زول أو أي ديانة أو أي زول عنده دين ولا ما عنده دين. نحن في النهاية أطباء وكوادر صحية ومسؤولين في الدولة، بنحمي كل زول على هذا الأرض. دي اسمها الدولة المدنية ودي اسمها دولة المواطنة اللي نحن جابونا عشان ننفذها. نحن جايين عشان ندي الحقوق للناس، حقهم في الصحة مهم، حقهم في العبادة برضو مهم. والفتوى طلع بها السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف واللي ذكرها كان الأستاذ فيصل فتوى واضحة جدا، ما فيش صلاة جماعة
للأسباب اللي ذكرها كان الأستاذ فيصل وظهرت برضو في الفتوى بتاعة السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف. دي حاجات مهمة جدا عشان تحمي الناس، والناس كلهم عارفين، والبلد دي بلد دين وبلد ناس معقولين وناس سامحين ومتسامحين وعاقلين بالفطرة، يقدروا يعرفوا انه الغث من الكلام هو شنو. اللي عايز يعمل مواجهة ما بين دين وما بين هذه الدولة المدنية والحكومة الوطنية الانتقالية ما تدوه فرصة. اللي بيطلع إشاعة حول طائفة ما أو في مرض طلع من مسجد ما، تأكدوا ده ما زول كادر صحي، ولو هو كادر صحي حيتحاسب ويتحاكم وتتسحب منه الرخصة بتاعته. وأي زول تاني يقول لكم ما في كورونا، تأكدوا إن الكورونا موجودة، عندكم الوسائل غير كلامي ده، تتأكدوا إنه موجودة كورونا وبيتوفوا منها ناس، ونحن دارين نقلل هذا المرض والخطر بتاعه. سبب الرئيسي إنه نحن ما عندنا نحن الرفاهية بتاع إنه نقعد ننتظر لغاية ما يخش ويصيب البلد دي، والبلد دي أدوية ما فيها، كوادر صحية ما عندنا ألبسة واقية كافية لهم هم، والبلد إنتوا عارفين الاقتصاد بتاعه واصل وين. فنحن ما عندنا سلاح غير إنه نعمل الإغلاق الكامل، نلتزم به، وبنعتمد في هذا الالتزام عليكم إنتوا مش على القوات بتاعة حفظ النظام. شعب اللي قاد ثورة منظمة مدنية وسلمية وما انتهكت حق أي زول تاني، بل بالعكس انتهكت حقوقه في الحياة وتم فضل الاعتصام، دي ثورة حرسينا الشهداء، حرساها دماؤهم وحرسينا ريال المقاومة وحرساها القوى الوطنية وهذه الحكومة جابوها. ما حنسمح لزول نحن بسبب مرض بسبب أي أزمة إنه يعمل قلقلة ويعمل أي حاجة عشان نحن تسبب إنه الفيروس ده ينتشر. حب أشكركم مرة تانية، وهنشتغل نحن ونستمر نشتغل مع كل الولايات في السودان عشان ندعم الكادر الصحي بتاعه بالألبسة الواقية زي اللي وصلت الأسبوع الفات ده، وشغالين نحاول نشتري ونجيب من معينات كثيرة دعم موجود، إضافة لتوفير للأطباء وللكوادر الصحية الشغالين في كل المرافق السودانية، ووفر لهم ترحيل، والشغال في معبر في عمبر بتاع عزل أو حجر من الكوادر الصحية توفر لهم سكن عشان ما يرجعوا بيوتهم يعادوا أهلهم، وتوفر لهم وجبات وتتوفر لهم ترحيل. ودي حاجات بعدين نناقشها نحن وقاعدين نحضر لها، هياخدنا وقت بعض الأيام عشان نقدر نرتبها وننجزها، لكن شغالين فيها ومنتبهين لها. شكرا جزيلا، وإن شاء الله نقدر كلنا نلتزم ونحمي أهلنا وبلدنا ووطننا. السلام عليكم ورحمة الله.